السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، برحب بيكم معايا في فتفوتة جديدة من فتافيت جي اف اكس. النهاردة ان شاء الله هيبقى كلامنا او الجزء بتاعنا عن ازاي ان احنا نظبط الالوان بين سينما وبين افتر. وعلى فكرة الموضوع ده خاصة كويس قوي مع فيرجن 12. ليه مع فيرجن 12؟ لان فيرجن اولا المشروع ده مشروع للاستاذ رامز رجب، هو بيعمله لدار اطفال اسمها اوكسفورد، تمام. وان شاء الله على فكره المشروع ده كويس جدا وفي شويه حاجات كويسه جدا، في شغل كويس قوي ب الماتيريالز وفي شغل باللايتنج كويس جدا جدا جدا. انا قلت اشرح عليه الدرس باعتبار بدل ما اقعد اعمل سين جديده قلت استغلها في عمليه الشرح. لو طلعنا بس البيكتشر فيور ورحنا للسينما 4 دي ورحنا للإيديت، خدنا بروجكت سيتنجز، نصيحة استخدموا دايما اللينير وورك فلو. اللينير وورك فلو بيوفر نعومة في الإضاءة ورياليتي كويس قوي قوي قوي. يعني لو احنا جينا عملنا ريندر هنا، طبعا يعني جهاز تقيل لان انا شغال على الريندر الخارجي اللي هو بتاع البيكتشر فيور، فهياخد وقت شوية على ما يعمل الريندر، تمام. لو خدنا بالنا الاضاءات هنا مفيش توازن، يعني الرياليتي الى حد ما قليله شويه وتدريج الضوء الى حد ما مش متناسق. طبعا هي شكلها حلو كل حاجه مفيش مشكله، لكن لو جيت اوريكم الفرق بين الصوره اللي انتم شايفينها دي زي ما انتم شايفينها كده وبين ما احنا لو علمنا على لينير وورك فلو هنشوف فرق رهيب بين الصورتين. طبعا ده الشكل عايزكم تحفظوه كويس قوي، خاصه بصوا للحتت دي والحتت دي، بصوا ليه الاثنين دول. لو انا قلبت او علمت على لينير وورك فلو، هنستنى شويه تمام، ورجعت عملت ريندر مره تانية، هتلاقوا على فكره فرق كبير قوي 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 بين الاثنين. حتى بصوا اظن الفرق واضح، يعني متهيألي الفرق بان، فرق كبير قوي 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 بين ما لينير وورك فلو مش متعلم عليها وبين لما يتعلم عليها. اصبح فيه زي ما انتم شايفين تدريج جميل للاضاءات، اصبح فيه تناسق في توزيع الاضاءه، توزيع الريفليكشنز، حتى في الامبنت اوكلوجن، كل حاجه بقت جميله جدا 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 مجرد ما انت بتنشط بس اللينير وورك فلو. بالمناسبه لينير وورك فلو موجوده بس في سينما 4 دي 12، وفي حاجه اسمها الانبوت كلر بروفايل اللي هو اللون الاساسي او نظام اللون الاساسي. بالمناسبه 90% 90% من الشغل بيعتمد على الاس ار جي بي. يعني انت لو عملت اس ار جي بي وجينا عملنا ريندر مره تانيه هنلاقيه بيعمل زي يعني لحد ما جراي كلر على الصوره. بالمناسبه الاس ار جي بي ده نظام دولي متعارف عليه، في انظمه تانيه زي ادوبي زي فوجيتسو، يعني في شويه انظمه كده متعارف عليها، طبعا الفرق مش كبير قوي. لما بنيجي في الريندر سيتنجز هنيجي نشوف حاجه اسمها الكلر بروفايل، هنلاقيه برضو اس ار جي بي. يعني لو رحنا للاوتبوت تمام او رحنا لسيف، ثواني بس على الجهاز معلش بيعمل ريندر فنعذره شويه في التقل. لسه تمام، ادي اوتبوت اعتقد هنلاقيها في سيف. في سيف زي ما انتم شايفين الايمج كلر بروفايل نفس الموضوع اس ار جي بي، طبعا ده بيختلف حسب المونيتور اللي عندك. طبعا لو انا ضغطت على السهم ده هلاقي انظمه الوان كتيره حتى لود والكلام ده كله، طبعا انت شغال على النظام ده زي ما انت ما تغيروش. طيب بعد ما بتخلص الرندر بتاعك، على فكره مش فارقه بقى ار بي اف بي ان جي تي اي اف ايا كان، اقفل بقى الكلام ده واقفل السينما وافتح الافتر افكتس، تمام. لو جينا طبعا انا مغير بس الورك سبيس بتاعتي، لو جينا عملنا امبورت للملف بتاعي هعمل بس ريلود ايمج يكون حمل له كام فريم زياده خلاص، وهسحب ده لنيو كومبوزيشن، تمام. طبعا زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده اضيق لكم الحته دي تمام بالشكل ده كده. طبعا
تمام ومفيش اي مشاكل، الدنيا زي الفل، صح؟ طيب بصوا بقى كده، لو انا رحت على 8 بت بير شانل ورحت خليت الدبث 32 بت وجيت عملت اوكي، في تغيير؟ مفيش تغيير. طيب لو رجعنا تاني، لو خلينا الوركينج سبيس نفس الوركينج سبيس بتاعتي اللي جايه من سينما 4 دي، اوكي، في تغيير؟ مفيش تغيير. التغيير كله هيجي فين؟ لو ضغطت على لينيرايز وركينج سبيس وجيت اعمل اوكي، تمام، وجيت حتى عشان اوريها لكم خلونا في الحته دي كده. بصوا لو انا رحت بقى هنا عملت 8 بت بير شانل، شفتوا الفرق؟ طبعا ما يعلم بيه الا ربنا، تمام. فدايما اول ما تجيب اي شغل من السينما، يمكن انا اول مره اقول لكم الموضوع ده لان ما اكتشفتوش غير في فيرجن 12، فلاحظت ان اي ملف بيجي من سينما 4 دي اعمله دي على طول على طول، روح لل 8 خليها 32، اختار الوركينج سبيس بتاعك او الكالر مانجمنت ورك سبيس بتاعك الاس ار جي بي، واعمل لينرايز ورك فلو. ممكن تعمل بلند كالر يوزنج 1 بوينت جاما، مش مشكله، هي كده كده مظبوطه وهتلاقي الدنيا ماشيه معاك جميله قوي 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 قوي. بس خلي بالك ان بيبقى فيه اختلافات لنتائج البلندنج مود، يعني خلي بالك من الموضوع ده، بيبقى فيه اختلاف شويه في الالوان بس للاحسن. طبعا ممكن يعني نعمل تركايه بسيطه على الشغل ده بحيث نطلع منه نتيجه كويسه. طبعا ممكن اروح للاير ادجستمنت لاير، ممكن بعد كده اقول له اخد افكت الليفلز احطه عليها كده بالمنظر ده، اكيد هلاقي ديد بيكسلز. لو انا عملت كده بصوا كده كده، لو انا شلت ده اظن الفرق واضح، الفرق واضح جدا كمان، تمام، واعتقد كده وصلت النتيجة زي اللي انا كنت شايفها في السينما. لو خدتوا بالكم انا لو شلت ده كده زي ما انتم شايفين، طب انا هخلي، لو انا خليت الليفلز، ازق بس دي جوه، لو انا خليت الليفلز ورحت للبروجكت سيتنجز نفسه خليت دي من غير لينيرايز، شايفين الدنيا اختلفت، ورجعت دي ل 8 بت كده، الموضوع ما بقاش زي ما كان، ما بقاش زي الاول. لكن لو انا جيت عملت دي خليتها 32 بت وجيت رجعت دي لينير ورك سبيس، وممكن اعمل الماتشنج للكويك تايم هلاقيها بالشكل ده. طبعا اللينير ورك سبيس من السينما بتفرق كتير قوي قوي قوي. ده كده بالنسبه للليفلز، حتى عايز اتزق كمان لجوه، طبعا في لسه فرق، طبعا انا بشوف اكتر مساحه فيها ديد بيكسلز وبظبط على اساسها بالشكل ده كده. ممكن بعد كده نعمل ادجستمنت لاير ونحط ال اف جلو. على فكره ال اف جلو ده موجود فقط مع لو انت منزل نول لايت فاكتوري. ممكن اخد من هنا لون، شفتوا حتى درجات الالوان بصوا اختلفت خالص مع شغل لينيرايز ورك سبيس، تمام. ممكن اخد الرينج سكيل، لا انا عايز الرامب سكيل، عايز ارفعه كده بحيث نبين انها راحه لنقطه ضوء. ممكن الرينج برايتنس نعليها شويه، تمام. الانامورفيك هيديني انتشار شكله احسن، ممكن ده اخده للون تاني بالمنظر ده كده. ممكن الجلوبال سكيل اخليه 1.5 فيبان كانه رايح ليه او لنقطه ضوء. بعد كده ممكن اعمل ادجستمنت لاير تانيه واحط عليها فاست بلر بالمنظر ده واخليه سوفت لايت، واخلي بلار مثلا وليكن ب 10 ريبيت ايج بيكسلز، تمام. بكده اكون حصلت على نتيجه بالظبط زي شغل الاستوديوهات، وهم مش احسن مننا في حاجه
خلاص لو احنا رحنا على البوينت دي ورفعناها لفوق شوية، هنعمل هنا زي فيد لضوء بالشكل ده كده. كانت دي فتفوتة سريعة قوي من فتافيت جي اف اكس. شكرا لكم، كان معكم مهندس احمد الرحمن رياض، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.